رغم ان المساجد الفاطميه في شارع المعز كتيره، لكن موقعنا النهارده صاحب خصوصيه بتصميم فريد من نوعه بيجذب انظار كل المره لوجهته اللي بتعتبر من اقدم الواجهات الحجريه في مصر حتى الان. كمان سبب شهرته هو الوان حجارته البيضه اللي بتشبه الوان القمر. نحن الان امام واجهه المسجد الاقمر. هو أحد المساجد الفاطمية، بناه الوزير المأمون ابن البطائحي بناء على تكليف من الآمر بأحكام الله أبي علي المنصور الخليفة الفاطمي في الوقت ده. لم يكن في أول الأمر مسجداً جامعاً، ولم تبقى على منبره خطبة الجمعة إلا في شهر رمضان. ويعد الجامع واحد من المساجد المعلقة، بمعنى أنه أنشئ في منطقة تجارية. الجامع بتاعنا بيرجع اساسه طبعا للخليفه الامر باحكام الله من الدوله الفاطميه من 896 سنه فاتت. الامر باحكام الله حب ان يحط بصمه في الشارع الرئيسي بتاعنا اللي هو شارع المعز، وكان البصمه بتاعته مبنى يحمل اسمه على مر التاريخ، وكان المسجد بتاعنا. كلف الوزير بتاعه المأمون ابن البطائحي ان يبني وينشا له المسجد ده. الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله أبو علي المنصور هو الخليفة السابع من خلفاء الدولة الفاطمية. تولى الخلافة يوم وفاة أبيه الخليفة المستعلي وهو طفل عنده 5 سنين، مما اضطر لتعيين الوزير الأفضل شهنشاه ابن بدر الجمالي أن يكون قائم على شؤون الدولة، فكان خليفة غير متوج. تميز عصره بالرخاء، فقد انشئت في عهده الكثير من البنايات والأعمال. عمارة الجامع الأقمر هي أول المباني اللي استغل فيها المعماري المصري حيلة هندسية عشان تتفق مع محيط الشارع وتنظيمه. كمان هنشوف الأعمدة الرخامية المتنوعة والكتابات والنقوش الكوفية ودوائر شعاع الشمس، السمة المسيطرة على العمارة الإسلامية خلال العصر الفاطمي. المسجد بتاعنا كمان مأمون المطائحي زي ما بنقول إن هو احترم خط تنظيم الطريق. يعني إيه؟ يعني الراجل ده وهو وزير بيبني للخليفة بتاع البلد نفسه اللي هو حاكم البلد، لا أنا لازم أحترم الشارع نفسه. فبيعمل إيه؟ فبيلف بالجامع بتاعه عشان يحافظ على اتجاه القبلة. على نصيتين الشارع يقع الجامع ويرتكز لزاوية، ونجح المصمم والمعماري في توقع حدوده الداخلية بمهارة فائقة لتشكل جدرانه الداخلية مستطيل منتظم الأضلاع. المسجد بتاعنا رغم أن صغر مساحته إلا أنه بيتميز بمميزات معمارية كبيرة أوي، من ضمنها أنه أول وجع حجرية مزخرفة في مصر كلها، وكان هو المسجد بتاعنا. أول مسجد بنشوف فيه شطف مقرنص على الجنبين. الآمر بأحكام الله لما جاء يبني المسجد ده حط فيه شوية مميزات معمارية فريدة في نظام المساجد الفاطمية اللي احنا بنزورها، من ضمنها جامع الحاكم وجامع الأزهر والجامع بتاعنا جامع الأقمر. الميزة بتاعتنا اللي موجودة في الجنبين أو في الركنين أو في الزاويتين بتوع المسجد بنشوفها اللي هو الشطف، الزاوية ذات الشطف المقرنص ده، كله عشان يحمي الجامع من أي حد معدي من جنبيه إن هو يحك في حجر الجامع نفسه أو الزاوية دي تعمل شكل أو منظر مش حلو، فبيشطفها وبيعمل فيها شكل زخرفي اللي هي المقرنصات من فوق. تتمتع واجهة الجامع بزخارف ونقوش فريدة، من دليات ونقوش خطية ونباتية محفورة بالحجر. في مدخله هتشوف لأول مرة في عمارة المساجد استعمال المقرنصات التي لم تستعمل من قبل وانتشرت في العصر الفاطمي. أهم الزخارف الموجودة المميزة قوي السرة اللي موجودة في المدخل الرئيسي، وفيها آيات قرآنية في الإطار الرئيسي بتاعها، وفي النص بنلاقي محمد وعلي. الواجهة كمان بتاعتنا فيها مجموعة من الزخارف، من ضمن الزخارف المميزة جدا زخرفة المشكاة. المشكاة معروف إن عندنا في العمارة الإسلامية إن المشكاة ظهرت في صناعتها، ومعروفة وناس كتير جدا اتكلموا عنها إن هي ظهرت بس في العصر المملوكي أو بداية ظهورها في العصر المملوكي، لكن مع وجود المشكاة على جامع الأقمر على الواجهة من بره وهي محفورة في وسط محراب في الزخرفة اللي بره، ده بيدل إن فعلا المشكوات ظهر أو بدأ ظهورها أيام الدولة الفاطمية. استفدت
استغل المعماري المصري الفراغ الناتج عن انحراف تغير الواجهة في إنشاء 3 غرف صغيرة، واحدة على اليمين من الداخل واثنين على اليسار. الجامع مكون من صحن صغير مربع مساحته 10 أمتار، وبيحتوي على 4 أيوانات تمثل المذاهب الأربعة. العمدان بتاعتنا رغم من ان هي موجودة طبعا من الرخام، اشكالها اللي ناظر ليها من اول نظر كده يحس ان في اختلاف، في اختلاف في القواعد، في اختلاف في التيجان. ده كله معروف ان الدولة الاسلامية او الحكام المسلمين لما جم وحكموا البلاد هنا عايزين يعملوا منشآت خاصة بيهم اللي هي المساجد، كان بيروح لسوق الكانتو، السوق القديم، سوق كان موجود فيه بقايا اعمدة موجودة متهدمات المعابد القديمة الفرعوني أو المعابد اليونان الروماني، وبيتباع في الأسواق دي. ومن هنا الحكام عايزين يبنوا المنشأة بتاعته بسرعة، فبيروح بيبعت طبعا المهندس بتاعه المسؤول عن الإنشاء، بيروح يجمع العمدان اللي هو محتاجها، بيجمع قاعدة، بيجمع تاج، بيجمع بدن من التجميع الموجودة، فبيبني أو بيكون عمود. السائد بالجامع السمة الفاطمية في بناء المساجد، وهي عقود الأروقة المحلاة بكتابات كوفية مزخرفة، فهو مختلف عن العصر المملوكي والعثماني. كما كان الفاطميون يميزون مساجدهم بدوائر كالشمس تتوسطها نجمة سداسية. في عصرنا الحديث وتحديدا في أوائل القرن العشرين تم بناء المتحف القبطي على نفس نسق الجامع الأقمر، مع تبديل بعض العبارات الإسلامية بعبارات مسيحية ليكون شاهد على وحدة وترابط النسيج الوطني على مر العصور.